الصباح كانت الجزيرة حاضرة مع الشلفة الفضية منتزعة بشعار سالم بن حمد بن سعيد الجربوعي المري، الجزيرة التي خطفت الشلفة الفضية في هذا الشو في هذا الصباح. وكان مذخور حاضرا في شوط مليء بالمنافسة مع شعار سالم بن محمد بن علي بن حديد المري منتزعا للرمز الغالي. تهانينا والناموس للجميع. أشواطنا مستمرة متابعينا مشاهدينا الكرام، يسرني في هذه اللحظات نقل الميكروفون لأخي وصديقي محمد بن عايض الصواط العتيبي. شكرا مطلق العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. تتواصل منافسات وانطلاقات هذا المهرجان الختامي الكبير على بركة الله. متابعين الكرام ننطلق مع ثالث أشواط هذا الصباح ضمن هذه الأشواط الخاصة بالحيل والزمول ومنافسات أيضا شعارات أبناء القبائل ضمن هذه الأشواط العامة. انطلق قبل لحظات ثالث أشواط هذا الصباح شوط خاص بالإنتاج والمنتجين، شوط خاص بفئة الحيل. نتابع هذه الانطلاقة ونذكر أيضا بالجائزة نيسان بترول ستيشن تيتانيوم في الانتظار للفائز بالمركز الأول. نسير مشاهدين الكرام مع البداية والصدارة، نتابع الانطلاق ونتابع الاندفاع الأول هناك وأول المراكز. وتابع التقدم في هذه اللحظات من سودة مانع بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني، يقدم سودة هناك على البداية والصدارة. بينما أتابع ثاني الأسماء وصول من ضبية هنا مع ثاني المراكز لراشد بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري من يتواجد وينطلق مع ثاني المراكز. بينما أتابع التقدم في هذه اللحظات وصول من بنت شاهين لراشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي هنا مع ثالث المراكز. بينما أتابع من الجانب الآخر تتقدم حضور لسعيد بن محمد بن سيف البوسعيد الخيارين هنا مع رابع المراكز. وخامسا واختم بها هذا النداء الأول مشاهدين الكرام سلهودة لناصر بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي خامسا في هذا الانطلاق. هكذا النداء متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمة المنطلقة في هذا الشوط في هذا التحدي في مسيرة الثمانية كيلومترات. الله البداية. أتابع هناك سودة، سودة على الصدارة على الانطلاق الأول. مانع بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني يتواجد مع أيضا أشواط الإنتاج والمنتجين، يقدم شعار مع تواجد سودة هناك على البداية. ولكن أتابع القدوم من بنت شاهين من تصل مع ثاني المراكز راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي هنا القادم والمقدم لشعاره. دائما يتواجد ابو ناصر في اشواج والمنتجين بايضا هذا الشعار المميز. هنا يقدم بنت شاهين من تتواجد مع ثاني المراكز. بينما اتابع شعار بن حباب هناك قادم مع ضبيه راشد بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري يتواجد مع ثالث المراكز. بينما هنا رابعا تتقدم سلهوده ناصر بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي، ولكن الاسم القادم وصلت سيلية تصل في هذه اللحظات. غانم بن سعد بن راشد النابت المري هنا يقدم السيلية مع خامس المراكز القادمة في هذه اللحظات. هنا تنطلق السيلية لتنضم في دائرة النداء مع هذه الأسماء المتقدمة والحاضرة في هذا الاندفاع المميز. الله يا التحديات الكبار، تحديات الكبار هنا نتابعها مشاهدين الكرام في هذا الصباح
في هذه الانطلاقات القوية وعبر قناة ريان الناقلة لهذه الأحداث هنا من ميدان الشحانية. أعود هناك، أعود مع الشعار الشهواني، الشهواني هناك ما زال على الصدارة مع سودة. سودة تنطلق في أول المراكز، تقود هذه الأسماء منذ البداية. سودة مانع من عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني، ولكن السيلية خطيرة، السيلية تتقدم في هذه اللحظات، تنطلق مع الصدارة. غانم بن سعد بن راشد النابت المري يغير على الصدارة، ينطلق بالمركز الأول مع السيلية، ولكن أتابع هنا، أتابع ثالث المراكز الضبية هنا مع ثالث المراكز لراشد بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري، تتقدم وتتواجد مع ثالث المراكز بن شاهين راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي هنا مع رابع المراكز، وخامسا أتابع هناك سلهودة ناصر بن نهار بن ماجد النعيمي خامسا في هذا الاندفاع في هذا التحدي، ولكن أرى أسماء قادمة، أرى شعارات متواجدة هناك. هناك الظبي أيضا بدأت بالاقتراب لعبيد بن بريك بن محمد بن بريك المري، أيضا بدأت بالاقتراب، ركز يا أبو بريك، مع أيضا أشواط الانتاج والمنتجين، نتمنى التوفيق دائما للجميع. وهناك هناك الصدارة، هناك التحدي والبداية مع السيلية، السيلية هناك على الصدارة، انتصفت المسافة مشاهدين الكرام، 4 كيلومترات انقضت وتبقى كذلك 4 كيلو. الله يا السيلية، السيلية هناك على الصدارة لغانم بن سعد بن راشد النابت المري يقدم شعاره في انطلاقة البداية وتواجد السيلية على الصدارة، ولكن سودة، سودة، سودة يا الشهواني مانع بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني يقدم أيضا هناك سودة مع ثاني المراكز. بن حباب أيضا يتابع الموقف، يتابع أيضا هذه البداية، يتابع هذا التقدم مع الضبية هنا ثالثا راشد الضبية لراشد بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري مع ثالث المراكز. بن شاهين أيضا هنا رابعا في هذه اللحظات لراشد بن ناصر بن محمد، لراشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي يتقدم مع بن شاهين مع رابع المراكز، ولكن أتابع الضبي، الضبي أيضا قادمة في خامس المراكز. عبيد بن بريك بن محمد بن بريك المري هنا تصل في هذه اللحظات مع خامس المراكز، يا مرحبا أيضا بالضبي، الضبي القادمة في هذه اللحظات. هناك الأسماء، هناك التحديات مشاهدينا الكرام، ولكن الأمور هناك على الصدارة على مقدمة الشوط بقيادة السيلية، السيلية غانم بن سعد بن راشد النابت المري هنا مع أول المراكز، مع تواجد السيلية على الصدارة على مقدمة الشوط. الله، خطيرة السيلية، خطيرة في هذا الشوط، من بدأت أيضا بالتقدم، من بدأت بالانطلاق على الصدارة، ولكن تابع سودة، سودة أيضا في المتابعة في المراقبة هناك مع ثاني المراكز. مانع بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني يصل مع ثاني المراكز. بن حباب مع ضبية، ضبية هنا ثالثا، راشد بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري قادم مع ثالث المراكز. رابع الأسماء وتابع بن شاهين راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي، والضبي خامسا لعبيد بن بريك بن محمد بن بريك المري هنا قادم متواجد مع خامس المراكز. مشاهدين الكرام، بدأنا بالاقتراب في هذه الأجواء الغائمة مشاهدينا الكرام في هذا الجو الرياضي. الله الله الله، منافسات الكبار، تحديات الكبار، أشواط الإنتاج هناك أيضا. نتابع السيلية،
السهلية على الصدارة على مقدمة الشوط، ولكن غيرت سودة، عادت لموقعها، عاد الشهواني، عاد هناك مع سودة مانع بن عبد الهادي بن علي، بن عبد الهادي الشهواني هناك يعود إلى الصدارة، يقدم سودة والسهلية من الجانب الآخر، غانم بن سعد بن راشد النابت المري، بن حباب أيضا بدأ بالاقتراب، بدأ أيضا هنا مع ضبية يقترب رويدن، رويدن هنا مع ثالث المراكز راشد بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري، وهنا وتابع بنت شاهين مع رابع المراكز راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي، وهناك أيضا وتابع الضبي عبيد بن بريك بن محمد بن بريك المري، ومن الجانب الآخر وتابع التقدم من سلهودة ناصر بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي، الكل قادم، الكل قادم مشاهدين الكرام، ولكن أيضا العنود، العنود خطيرة هنا قادمة، راشد بن عبد الله بن عيسى السند المسيفري، الأسماء بدأت بالاقتراب مشاهدين الكرام، ولكن الصدارة مع سودة 1500 متر ما تبقى عن النهاية، الله الشهواني، الشهواني غادر، غادر هنا مع سودة، انطلق على الصدارة، الله على هذا الأداء، مانع بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني ينطلق مع سودة على البداية والصدارة، حرك روح يلي تبي الناموس، وتابع السهلية بدأت أيضا هنا بالاقتراب، السهلية لغانم بن سعد بن راشد النابت المري هنا القادمة، وشعار بن حباب مع ضبية راشد بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري، الله 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 الله، ثلاثية مشاهدينا الكرام، والضبي أيضا قادمة، عبيد بن بريك بن محمد بن بريك المري هنا قادمة مع رابع المراكز، ولكن هناك بنت شاهين خامسا لراشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي مع الكيلومتر الأخير، مشاهدين الكرام سودة يا الشهواني، سودة يا الشهواني، سودة هناك على الصدارة، الله الله الله، الحزام الأخضر مشاهدينا متابعينا الكرام، وسودة، سودة على الصدارة، سودة مع الانتصار، مع الفوز بناموسي هذا الشوط، السهلية، السهلية قادمة، الله الله، وصلت بنت شاهين، بنت شاهين قادمة في هذه اللحظات، وصلت الجزيرة، وصل بن جرحب في هذه اللحظات هنا قادم مع الجزيرة، حمد بن محمد بن علي بن محمد الجرحب، الله الله الله، الأسماء قادمة، ولكن هناك أيضا الضبي وأيضا وشعار ببريك يصل مع هذه اللحظات، ولكن سودة، سودة الشهواني غادرت بهذا الشوط، غادرت بالانتصار، سودة سودة سودة، مانع بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني، الشهواني يظفر بناموس هذا الشوط مع سودة، سودة سودة سودة، الله يا الشهواني، هنيالك هذا الفوز وهذا الانتصار، شو أشواط الانتاج تتميز أيضا، تتميز مشاهدين الكرام، هنا أيضا سودة تصل إلى خط النهاية، تهانينا والناموس لمانع بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني، ثاني المراكز وصلت بنت شاهين لراشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي، ثالث المراكز وصلت الضبي لعبيد بن بريك بن محمد بن بريك المري، ورابع المراكز كان الوصول من الجزيرة حمد بن محمد بن علي بن محمد الجرحب، وخامسا كان الوصول لمشاهدين الكرام أضبية لراشد بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري، هكذا كانت النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، تهانينا والناموس لي مانع بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني على فوز سودة وانتزاعها لناموس هذا الشوط، نهني أيضا مالك سودة على هذا الفوز والانتصار في هذا الشوط، كانت حاضرة مشاهدينا الكرام وأيضا منتصرة بناموس مميز في هذا الصباح، نهني أيضا مالك سودة، والتوقيت الزمني 12 دقيقة 52 ثانية وجزئين من الثانية، تهانينا والناموس لمانع بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني على فوز سودة بالمركز الأول، ثانيا وصلت بنت شاهين ب 12 دقيقة 55 ثانية بالوفاء والتمام، تهانينا والناموس لراشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي، الضبي كانت حاضرة
في هذا الشوط ب 12 دقيقة 58 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس لعبيد بن بريك بن محمد بن بريك المري، تهانينا.